إذن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير. ربي يتقبل منا الصيام والقيام إن شاء الله، وربي وفقنا جميعا. اليوم لنا كعادتنا في اليوم الثاني من عيد الفطر المبارك عند خالتي المجاهدة البطلة الحاجة فاطمة بن فتاشة، ربي يعطيها الصحة والعافية إن شاء الله. خالتي وش راه الأحوال؟ وش راكي؟ وش راكي لاباس؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. الحمد لله. هذا عرفتيها؟ قولوا الطاهر. الطاهر حليس. حليس. ليس. طاهر حليس. إي. طاهر حليس. إي طاهر حليس. الشيخ طاهر دائما هذه دائما موعدنا معها في ثاني عيد فطر. تفضل. بسم الله. يا بارك الله فيكم وشكر للمجموعة الطيبة هذه إن شاء الله. أستاذ أحمد بورزقة اللي حاضر معنا اليوم. ونشكر بلال على هذه المجهودات اللي راك تدير فيها وتنبذ على التاريخ لأنه الأمثال هذول راهم بداوا يروحوا وبداوا عندها ثلاثة أيام ولا أربعة افتقدنا الحاجة تانية الله يرحمها وهي مجاهدة والكثير من سكان سدرحال ما يعرفوش بلي الحاجة التانية مجاهدة. نعم. كيفاش مجاهدة؟ باختصار شديد انها هي زوجة المجاهد قراب مصطفى. وهذه انا حكاها لي احمد بن عمر في شريط الحاج احمد الله يرحمه. الحاج احمد الله يرحمه اخوهم حكاها لي في الشريط لما انجزت الشريط الوثائقي في 2012 حول معركة 140 سنة كرمة وجريبية. كرمة وجريبية. درت معاه حوار هنا في هذه المنطقة هنا في سدرحال في بيت سي موسى. قلت له كيفاش اختاروك وكيفاش اخترت انت المراكز اللي درتها من بينها مركز البثعة ومركز الدوم. مركز الدوم. قال لي انا قالوا لي لا قالوا له القياده قالوا لازم لازم يكون ناس ثقه ثق فيهم. قال لي ما لقيتش كما خواتاتي ثقه اللي نثق فيهم. سبحان الله. هذه كلفت زوجها وهي وزوجها والحاج بلطرش الله يرحمه. زوجها الحاج قويد الله يرحمه. انا نهضر لك على التاليه. ايه التاليه. التاليه كلف الحاج نصفا وكلف لطرش خوه. قال لهم انتم تكلفونا بالبثعه وحفروا لنا كازمه كبيره. اولا نديروها للتخزين وممكن جدا وكان يتحاصر المجاهدين ولا كذا تكون هي مركز يتخبوا فيه المجاهدين. حفروها على بعد واحد 200 ولا 300 متر من البيت هنا في ضيط رمل. وكلف الشيخ قويدر الحاجه فاطمه كلفهم بالمركز تاع الدوم. الدوم كلفهم قال لهم عندكم شهرين. القياده قالت لهم عندكم شهرين باش تحفروا لنا. حفروه في شهر و15 يوم حفرتوا المركز. هذا المركز تاع الدوم كان كبير، كان فيه الخياطه، كان فيه ترقيع تخزين السلاح، كان المؤونه. يقول لي احمد بن عمر كنا نجيبوا المؤونه من غردايا، جبتها من واد سوف، جبتها من المناطق تاع الولايه الخامسه، كان هذا مركز تبات فيه المؤونه، تظل فيه المؤونه وفي الليل يجوا جماعه من بوكحل في يستلموا هذه المؤونه، سواء في اللباس ولا في الرصاص ولا في السلاح كما نقولوا ولا في الدراهم. لذلك كانوا هذول المركزين مهمين جدا في منطقة سدرحال. الأول أشرف عليه الشيخ قويدر الله يرحمه المجاهد قويدر بن عواد، والثاني كان مشرفين في منطقة الغربة منطقة ضيط رمل، كان مشرف عليه الحاج بلطرش والحاج المصفى الله يرحمهم مجاهدين في زوج، ربي يتولاهم إن شاء الله. وقلت لك احنا في هذه المناسبة كي جات المجاهدة التالية هذه اللي كانت مسؤولة على الإطعام وعلى الغسيل وعلى المجاهدين كي يجوا يزوروا تقوم بهم، هذه المجاهدة التالية وكثير من سدرحال ما يعرفوهاش. ما يعرفوهاش. وهذا مشكل الجيل اليوم أنه لا يبحث عن التاريخ. صح. ما يبحث عن التاريخ. مشكل الجيل اليوم ومشكل السلطات أنها لا تقيم مراكز. احنا هذه رسالة من خلالك نوجهها للسلطات البلدية. احنا عندنا عدة مراكز، عندنا مركز تاع الأخراط الثاني اللي كان شادو الذئب ربيح الله يرحمه. الله يرحمه. هذه المراكز المفروض تكون معالم يسوى تعاود تخدم وتتحفر وتعودوا للأولاد نتاعنا والمدارس نتاعنا يذكروا بها التاريخ. إما أننا نبنوا عليها معالم صغيرة على الأقل في المناسبات الوطنية هذه نتذكروا هذا الناس اللي بفضلهم حاجة فاطمة اليوم راهي حية وقدوة ما تعرف إن شاء الله ربي يطولنا في عمرها. على الأقل نستغلوها في شهادة والله في تسجيل والله ندوها لهذا المركز تفتحوا لنا والله. احنا ان شاء الله بهذه المناسبه نوجه رساله للسلطات البلديه ومسعد راهي الان الحمد لله ولايه لازمنا مراكز لازمنا متاحف. مسعد راه مسعد وفيها زوج متاحف وراهم سجن هو لا واحد ما يتكلم عليه هو ضايع سجن تاع مسعد على الاقل يتعاود يتحول الى متحف وبامكانيات قليله ونقدروا نحولوه لمتحف. انا زرت العديد من ولايات الوطن في اطار العمل تاعي
نعرف مناطق معركة فيها شهيدين، داري لها مركز، وده داري لها معلم تاريخي، وزوروها الطلبة، وداري لها ذكرى سنوية. وإحنا الحمد لله في منطقتنا منطقة مجاهدة، بوكحلها وبجنبنا مركز الولاية السادسة التاريخية، ولكن ماناش مهتمين، ماناش عاطين اهتمام كبير للتاريخ والأهل اللي راهم مازالوا على قيد الحياة. بارك الله فيك الشيخ بلال. مركز المركز تاع الجامعة زين عاشور في المدة الأخيرة هم بداوا يثيرون والبحث عن التاريخ وتسجيل المناطق والمراكز الموجودة على المستوى المنطقة مؤخرا في جامعة زين عاشور. نعم، في الحقيقة الجامعة راهي تبذل في مجهودات، وبعض الأساتذة راهم الآن بدأوا يكتبوا في سيرة وآثار المجاهدين. أنا شفت مؤخرا زوج كتب، إن شاء الله راهم رايحين يخرجوا هذه الأيام إن شاء الله على مجاهدين من المنطقة. نتمنى إن شاء الله هذا الأمور، لأنه التاريخ المحلي هو النواة تاع التاريخ الوطني. إلى إحنا رانا بعاد شوية على هذا الجانب، ولكن الجامعة راهي قايمة بدور، وإن شاء الله يتواصلوا في هذا المجال. ولكن المعالم تبقى معالم يا بلال. إحنا المعالم راها كاين اتفاقية مؤخرا وقعت بين وزارة السياحة ووزارة المجاهدين حول تحويل المعالم التاريخية إلى معالم سياحية. أنت كيجيك ناس ما يعرفوش المنطقة، ما يعرفوش تاريخها، تديهم لهذه المعالم. قالها واش جيل جديد، هذا الجيل ما يعرفش. قلت لك هاي مجاهدة توفات الله يرحمها، والكثير منا ما يعرف بلي هي مجاهدة. لكن لما تكون هذه المعالم، تكون هذه الأسماء مكتوبة، قال مرة من هنا. أنا تحكي لي الأجوج لما سجلت معها في معركة 48 ساعة، الأسماء الناس اللي كانت تتخيط، كاين مجموعة من الأسماء معروفة على المستوى الوطني، كاين اللي جا من باتنا، كاين اللي جا من بوسعادة، كاين اللي جا من مسيلة، من الأغواط، وكانوا يمروا على المركز تاع قويدر بن عواك، لأنه مركز استراتيجي وجاي في منطقة حساسة ومنطقة عبور، لذلك كان عنده أهمية كبيرة بالنسبة للمجاهدين. كاين بالنسبة للمركز، مراكز الجوف الأصفر هنايا، نقولوا احنا الدوم، كان المركز تاع الحاج قويدر الزرايق الله يرحمه بن عواك، وكان مركز مخلط الحفناوي، كانوا مش بعاد على بعضهم بعض، مركزين متقاربين. والان كنا نروحوا نبحثوا ما نلقاهمش، ما نعرفهمش وين. هاو الاشكاليه هنايا، لازم 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 السلطات المحليه الان وعلى راسهم السيد الوالي المنتدب على الاقل يعطوا قيمه لهذه المنطقه الثوريه هذه. شوف احنا انا الوالي هو جديد، الوالي عنده 3 شهور او 4 شهور، مازال راه لسه يتعرف على المنطقه ويشوف فيها. والوالي راه جاي من منطقة تاريخية معروفة، وراه جاي من جهة مشهورة بالثورة، ويعرف التاريخ ويقيموا التاريخ. لكن احنا لازمنا كمجتمع مدني، والله كمسؤولين محليين، أننا نظهروا هذه المعالم ونكتبوا عليها ونبينوها. أنا كتبت مجموعة من المقالات حول هذه المعالم، لكن المعلم لازم أنه يتعاود يتحفر، يتعاود يتخدم. هذه الكازمات مثلا نحكي لك على البثعة، البثعة والدوم، هذا المفروض انهم مش حاجه كبيره انك تعاود المركز تحييه تحفره وتعاود تكمل السجون والمعتقلات اللي موجوده على المستوى الوطني كامل اعاده تعييتها، والان اصبحت متاحف وطنيه يزوروها. لذلك هي الرساله المتوجهه للسلطات المحليه ان تتحرك في هذا الاتجاه مع المجتمع المدني، الجمعيات، الله يبارك، راه مجموعه من الجمعيات على مستوى بلد السيد رحال، مجموعه من الجمعيات لازم انها تنشط في هذا المجال. لماذا؟ لاظهار التاريخ وتقييمه، واللي ما عندوش تاريخ ما عندوش مستقبل. لازم نرجعوا الى الوراء دائما. انا دائما نتذكر واحد المقوله في مجله امريكيه، يقول لك انه جورج واشنطن هذا الذي انشا اللي كتب انشا القائد اللي انشا الولايات المتحده الامريكيه، كان عنده واحد المكان فيه شجره بلال كتب فيها كيف يتصور قبل ان تنشا الولايات المتحده تاريخ، كيف يتصور هذه الولايات، اين وصلت الولايات. هذا المركز مجرد شجره، مكان في تزوره الطلبه والاساتذه، واصبح معلم تاريخي معروف في الولايات المتحده الامريكيه. احنا عندنا، يقول الدكتور بيطام، يقول لك تقلب شجره ولا تقلب حشره تلقى دم شهيد. ملايين، انا تحسب من بدايه الاحتلال الى نهايه الى عوده السياده الوطنيه، هذه راهي قرن ونيف. والحمد لله عندنا تاريخ كبير، لكن ماناش عاطين له الاهميه نتاعو، ماناش عاطين له القيمه نتاعو. ولذلك الرساله دائما توجه لانه في يد السلطات المحليه ان تتحرك في هذا الاتجاه، وان شاء الله الوالي الجديد هذا ان شاء الله يكون في الجانب التاريخي انه يعطي له اهميه، ونعودوا نكتبوا تاريخنا ونجسدوا تاريخنا في ارض الواقع. هذه المعالم لازم ان تنشا. حتى المنطقه في, في,
في المقاومة الشعبية قد من ما قد، ثاني مش حتى في ثورة النظام، حتى في المقاومة الشعبية ما وما دوم جبل دخان كف الدخان هم ليس منا ببعيد منا في من سدر ببعيد ليس من بعيد، لكن تبقى يجب أن يتحرك الجميع وليست مسؤولية واحد فريد. مؤخرا في عند في رمضان أقيم ملتقى وطني في 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 نادي الجيش في الجزائر العاصمة حول أنه المركز الوطني للبحث في الحركة الوطنية وثورة نوفمبر أضيفت له يا بلال، هذه راهي خرجت في مرسوم عنده 10 أيام، أنه أضيفت له المقاومات الشعبية ولا المركز الوطني في المقاومات الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر. لذلك الدولة الآن مهتمة بأن يبحث في هذا الجانب، جانب الثورات المقاومات الشعبية. إحنا في منطقتنا عندنا عدة مقاومات، و بيت الأمير عبد القادر، زمة الأمير عبد القادر في دمد لازال قائم هذا البيت رغم أنه مش مرمم، ورسالة موجهة للوالي والجماعة في مسعد اللي مهتمين بالتاريخ أنه يعطوا له قيمته. أنا ديت له صور في لما عملت شريط على المقاومة تاع الأمير على 48 ساعة، درت صورت المكان، ولكن المكان ما زال لازم أن يرمم وأن يعاد، ولا انه يحدث نحولوه الى متحف ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. معنا الاستاذ احمد بورسقا. استاذ احمد، احنا دائما رانا نزوروا ما بقي من 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 المجاهدين والمجاهدات. اليوم رانا في زياره الحاجه فاطمه، وكنا في قبل رمضان في الاغواط اللي لقوبه الحراير اللي تحدثوا عليها تاع اسمها غرسه والنخله، الشابتين او فتاتين التي رمت انفسها بما تعوش في يد الاستعمار. المناسبه هذه بهذه المناسبه الحمد لله انا في بيت من بيت اهل الجهاد واهل الثوره. الرساله اللي نقدر نوجهها كما كان يتكلم الصحفي قادر سحلي ستار، العتب ماهوش على المسؤولين، العتب على اهل البلاد اللي ما يحيوش مآثرهم وما يحيوش تاريخهم. إذا كان معناها إذا كان نتكلموا على مثلا مدينة مسعد كما ذكر بيت الأمير عبد القادر وكتبنا عليها كم مرة، يعني إذا كان هذاك الموقع البلاصة اللي موجودة يعني رمز من رموز تاريخ المقاومة الشعبية، ما عطيناش حقها، وأيضا ما عطيناش حق أيضا كثير من الناس كانوا يتكلموا على يعني وجود الأمير عبد القادر ومروره بمدينة مسعد وبايعته هنا في يعني في المنطقة تاع مدينة مسعد، يعني جلفة كاملة يعني بايعة الأمير عبد القادر ولاد نايل قاعد بايعوه يعني على الجهاد وعلى نصرة الحق ونصرة نصرة الجزائر كاملة يعني واحدة موحدة. أيضا عتبنا أيضا على نخبها المثقفة، يعني حتى وكل أرانا نشوفوا في يعني بروز كتابات بدات تكتب على المقاومه الشعبيه، مقاومه الشيخ الدرقاوي ايضا يعني من اولى المقاومات الموجوده في الجزائر، وبالتالي معناها يعني يجب ان تتكاتف الجهود. مقاومه يعني مقاومه في يعني من عهد يعني مقاومه شعبيه وسي عبد الرحمن بن طاهر الطاهري ايضا يعني مقاومه كانت يعني من اول الناس اللي حاربوا التجنيد الإجباري الفرنسي وأعلنوا يعني عصيانهم. أيضا المقاومة كما ذكرتوا تاع كيف الدخان، يعني البارح كنت في حوار مع مجموعة من الأصدقاء ذكرتهم، قلت لهم المخرج العالمي المصري يوسف شاهين كان يقول لو كان عندني معناها كنت في الجزائر، يعني عندنا معناها ثورة بحجم ثورة أول نوفمبر أو المقاومة الشعبية اللي موجودة، يعني لا قال كنت قادر ندير معناها عشرات الافلام اللي تنال الاوسكار يعني العالمي. احنا راه يكفي معناها من كما درنا ذاك النهار اللي حضرنا في الغلاط انهم يحيوا ذكرى ويحيوا يعني جانب مهم من تاريخنا، يعني كيف الدخان وهذيك اللي كما ذكرت انت تاع الفتاتان اللي لاحوا روحهم من جبل، يعني خوفا من انهم يقعوا في ايدي العدو، ودفعت هذاك المكان هذاك المكان اللي دفع اكثر من يعني 80 شهيد. اجتمعوا في ذاك المكان 80 شهيد،
هذيك في 1852 يعني هذه المنطقه يعني منطقه حافله بالجهاد تاع الثوره. يعني عتابنا لازم يكون معناها ما يكونش موجه لشخص معين، لا مسؤولين لا الوالي لا غيره، لكن العتب الاول يكون على اهل البلاد، معناها لازم يكتبوا تاريخهم، ما نستناوش واحد يجي يكتب لنا تاريخنا حنايا. والحاجه الثانيه يعني يجب ان تتكاتف الجهود، يعني كتبه التاريخ، يعني الاساتذه والدكاتره اعلاميين اهل البلاد، يعني كلها نجمع هذا الاثار هذه ونكتبها ونقدمها يعني حتى نبرز. والحاجه اللي يعني شيء مباشر انه كما ذكر سي طاهر، يعني عاد هذا 10 ايام خارج المرسوم، يعني يزيدوا المقاومه الشعبيه، وبالتالي معناها الدوله ما يعني لم تقصر في هذا الزمن انها كيت تولي اهميه لكتابه التاريخ تاع الثوره، يعني الثوره يعني ثوره يعني بالمقاومه الشعبيه تاعها. أمة ما عندهاش تاريخ ولا تقرأ تاريخها، يعني يستحيل أمة أن تقلع اقتصاديا يعني تنمويا، يستحيل. وبالتالي معنى هذا الجوانب هذه ندعم من خلال هذا المنبر هذا الإعلامي هذا مدينة مسعد كاملة، يعني ولاية مسعد المنتدبة، أن تنبش في ماضيها وتكتفي تاريخها وتعطي معالم تاريخية كما دار الأمير عبد القادر، هذا الكازمات اللي كانوا موجودين، يعني منطقة تاع عبور تاع المجاهدين، منطقة تاع تمديد اللي تاع بوابة تاع جبل بوكحل، كل هذه المفروض نكونوا قاعدين يد واحدة اللي تكتب تاريخنا، وما نستناوش واحد آخر يكتب لنا التاريخ تاعنا. صح، شكرا يا بس صح. إن شاء الله يبارك في الحاجة ويطول في عمرها إن شاء الله. حاجة نفس وإلى ذننا. معنا الأخ عبد الخيار وديما خير ما يبارك ما شاء الله. السلام على أشرف المرسلين. بداية مشكور الأخ بلال على التغطية الإعلامية هذه بمناسبة عيد الأضحى. عيد الفطر. وصحة عيد الفطر عفوا. بمناسبة هذا العيد أعزي الآن الحاجة فاطمة عن أختها، عندها واحدة دايما الله يرحمها، توفيت الحاجة المجاهدة التالية ربي يرحمها. مشكور الأخ طاهر على التغطية وعلى المداخلة، ومشكور ثاني الأستاذ بوريس قاع على المداخلة، وشكرا هما أهل بالتاريخ وشكرا للجميع. بيعظم إن شاء الله. بيعطيك إضافة برك كما المنطقة برك. أنا حبيت نقول لك أنه أنا لما جاتني فكرة أني أنجز شريط وثائقي على معركة 48 ساعة، وهذه المعركة اللي ديت بها جائزة وطنية، الجائزة الأولى وطنيا سنة 2014. المعركة كيفاش جات الفكرة؟ أنا رحت للمتحف الوطني للجيش في الطابق الثالث، والممكن اللي يزوروا العاصمة ويزوروا المتحف يلقوا واحد طابلو كبير، واحد 5 أمتار على 3 أمتار، مكتوبة فيه معركة جبل بوكحيل مسعد الجلفة. أنا من ثم جات الفكرة، قلت أنا كيفاش كاين أربع طبلوات، منهم الأول مكتوب على اليمين مسعد. ثم جاتني الفكرة، اتصلت بالضابط المكلف بالاتصال في المتحف وقال لي ما عندناش ملف كامل، لكن عندنا فكرة أنه لقينا هذا الطابلو، قال لي لقيناه قبل ما نديروا المتحف. المتحف فتح سنة 82، قبل ما يتكون كان موجود. هذا دليل أنه السلطات أو الناس الأولين كانوا مهتمين بتاريخ الثورة وبالمعارك الكبرى. وتلقى أنه بوكحيل مقر الولاية السادسة التاريخية، وهذه اللي ربما يجهلوها الكثير من الناس، من سنة 58 حتى سنة 82. القيادة كانت تتمركز في جبال بوكحيل، جبال ثامر، جبال بوكحيل، ولكن المركز كان في جبال بوكحيل. الآن مثلا هذه علاش؟ لأنه كتبين تاريخه، كتبين الآثار، الناس تلتف حول التاريخ، تعرف التاريخ، الأساتذة، المعلمين، الطلبة نتاعنا. احنا عندنا معركة في هنا، معركة الفجر، واستشهد فيها مجموعة من الناس، من بينهم عياشي عبد الله وليد المنطقة، ابن المنطقة عياشي عبد الله، الشهيد عياشي عبد الله، يعرفوا في الأقوات، يعرفوا في قصر الحيران، مسمين عليه مركز تكوين مهني في الجلفة. ولكن للأسف ربما الكثير من سكان بلدية سدرحال ما يعرفوش بلي عياشي عبد الله وليد سدرحال وابن سدرحال وشهيد ومات وسلح في يده. لذلك لابد ان ننقب على تاريخنا، كما قال لك المجتمع المدني، السكان هم الاول لازم ينقبوا على التاريخ، ومن بعد نتكلموا على السلطات المحليه والسلطات الولايه. وهذه رساله، وربي يحفظك بلال على هذه الرساله. امين وشكرا. خالتي لاباس؟ لاباس قال لك لاباس. الحمد لله. الحمد لله. يعجبني فيهم انهم يحمدون. معليش دائما الحمد لله، عندهم الحمد لله دائما هلول. هي في ال يحضر معنا كذلك الأستاذ علي قرزو. اليوم لك زرت معنا، فرصة سعيدة أننا زرنا خالتي اليوم المجاهدة. وش تقولنا في المناسبة؟ أولا السلام عليكم، حلتم أهلا وزلتم سهلا، مبارك عيد للجميع.
والله كنا نتمنى هذه الفرص، وبارك الله فيك الشيخ بلال مع الثلة التي تحاول بقدر الإمكان بالمجهودات الشخصية هو إثراء وإبراز التاريخ المحلي، خصوصا في الأونة الأخيرة تم الاهتمام بهذا الجانب من طرفكم، بارك الله فيكم. فعلا أنا كأستاذ في قطاع التكوين المهني وكأستاذ متخرج من الجامعة في مجال التاريخ أحاول جاهدا هو إبراز التاريخ المحلي، ودائما أقول وأكرر أن البعث للتاريخ المحلي يبدأ من أنفسنا قبل أي شخص آخر، ابتداء من المقاومة الشعبية، ابتداء من الحركة الوطنية، إلى تاريخ الثورة التحريرية المباركة. أول حاجة في خص بلدية صدر حال الخصوص، هناك مجموعة من المجاهدين سواء مجاهدين في الرعي الأول سواء في المقاومة الشعبية أو في الحركة الوطنية أو في تاريخ الثورة. أعطيك مثال فقط، في تاريخ المقاومة الشعبية هناك في التقارير الفرنسية كتبت عن مقاومة الزعاطشة 1849 في منطقة في نواحي بسكرة زيبان، تحدث التقرير عن أناس أتوا من جهة الغرب فيما يخص، وذكر بعض التقارير انهم كانوا من منطقه مسعد ومن منطقه يعني صدر حال على الوجه الخصوص يعني بصفه عامه، هناك ناس شاركت في المعركه في مقاومه الزعاطشة 1849. هناك تقارير فرنسيه تحدث عن بعض من صدر حال في حصار مدينه الاغواط يعني 1852 على ما اذكر تاريخ تقريبا، في دور الزوايا، دور زوايا يقال ان كان بن حاسي بن حمورش، انه هنا يعني كان موالاه للامير عبد القادر، يعني عندنا تاريخ محلي حافل جدا جدا جدا. من بين ذلك النهار ثاني كنت نبحث مره نشارك في بعض الندوات انا في خلال الشعر، مثلا الشيخ سالم القوال يتحدث مثلا عن تأبينيه للشيخ القط السعودي شهيد منطقه في منطقه قابق، اثراه في قصيده مشهوره جدا. عندنا تاريخ محلي كما قال الشيخ طاهر بارك الله فيك على بارك الله فيه عن معركه الفج، عندنا تاريخ محلي، ولكن احنا كاشخاص نحاول كاساتذه نتمنى من اساتذه التعليم المتوسط واساتذه التعليم الابتدائي واساتذه الثانويات كل باسمه ان يبرز ولو اقل في اقامه ندوات، اقامه يعني الحمد لله الدوله راها تبعث في مراسلات هو احياء التاريخ، احنا اولى ان نبرز التاريخ المحلي. عندنا الشيخ في الحركه الوطنيه الشيخ احمد حساني في الحركه الوطنيه، يعني كنت تبع التاريخ نتاعنا، عندنا في كل في كل في كل في كل مسيره من مسيره الدوله او مسيره الثوره تحرير الثوره تحرير البلد، عندنا رجال من بينهم الشيخ ويدر زوريك الله يرحمه، الله يرحمه، كان عنصر فعال جدا في المنطقه، يعني كي 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 في التاريخ المحلي عن ويدر زوريك عنده دور كبير وساهم بدرجه كبيره، ورفقه الشيخ احمد بن فتاش الله يرحمه، الكره ذهب، احنا كي نقول الله يرحمه ما بقاش، لازم احنا كما تبارك الله فيكم هو ابراز كما الحاجه فاطمه ربي يحفظها ان شاء الله، احنا نحوسوا هو تدوين التاريخ المحلي، تدوين قبل اي شيء، ولو تدوين كتابي او تدوين عن طريق الروايه الشفويه في كل شيء. احنا صحيح عندنا مجاهدين كنا بغي سالم القوال، مصطفى المريني، عندنا وكاين ناس ذهبت كما قلت لك كنت الشيخ عياشي عبد الله، عندنا تاريخ محلي، ولكن احنا نحوسوا ان شاء الله من خلالكم ومن خلالنا ومن خلال السلطات المحليه، على الاقل احنا كما تنصدر حال عندنا كاين بلايص فيد يعني فارقين قادرين نديروا لك متحف محلي بسيط، نعود نجوه في المناسبات، وعود عندنا مركز كما قال الشيخ بولتين مركز الدوم ومركز يعني تاع كانت تحكي لي الحاجه هذيك النهارات جبدناها معها في نقاشات، قالت لي نحفروا الليل معناها دايرين القرار تحت اللي اسمه البصا، دايرين فتحه صغيره قدر ما يدخل العبد، ودايرين نهبطوا لتحت بالعتبات، قالت لي مركز قائم بذاته، الخياطه المؤونه الماكله الدنيا، قالت لي الحمد لله احنا قدمنا، ولكن التقديم هذا نحوسوا احنا نبرزوه للاجيال، لكن كثير من الناس والله لو كنت تذهب لكن للمتوسطات والابتدائي والليسيات لا يعرفون احدا، هاي الحاجه التاليه راها بيحامها مؤخرا ام محمد قراب والشيخ محمد، توفات في صمت، ما كانش اللي يعرفها، قراب مجاهده، عندنا مجاهده، وين قالك عندنا مجاهده؟ عندنا الكثير، وحتى ندور نبحثوا في تاريخنا هو التدوين التاريخ المحلي من خلال مجاهداتنا، من خلال مجاهدينا، من كل الناس حتى اللي بقوا مازال على قيد الحياه وهم ثله قليله يعني قليله مقله باقي. احنا نحوسوا ان شاء الله من خلالكم نوجه نداءنا الى السلطات، الى اول حاجه الى اساتذتنا الكرام، الى كل من لديه معلومات او كتب
او وثائق هو يعطيها لنا، حنا من خلالها نحوسوا نثروه ماشي مشكل، هاتونا برك هات نصور عليها ونرجعها لك برك، حنا ندوروا برك هو تدوين التاريخ المحلي. ربي يحفظكم ان شاء الله. أمين. نشكركم على هذه الالتفاته الطيبه، وانتم سباقين من خلالكم راني لاحظ فيكم عندكم دور بارز جدا، هو ابراز تاريخنا المحلي وابراز تراثنا وعاداتنا وتقاليدنا. مره اخرى نشكركم على هذه الالتفاته الطيبه، وان شاء الله نلتقي ان شاء الله في مناسبات اخرى. بارك الله فيك. بيعوض ان شاء الله. اذن حاج ادعينا، اعطينا دعوه من اعطينا دعوه. قال لك ادعينا دعوه للشبيبه. الله يوريكم الخير وعاون فجاه. امين. يمن دعكم ان شاء الله من بهجه الرجع. امين. ويمثل لكم الصحة والبصر. إن شاء الله. هذه نزلت. يحفظك إن شاء الله ربي يجزيك خير. يمنعكم من عجل الزمان. آمين. يبعد عليكم هكواك. قاعدة وليدة. كي خايف وكي الحذق. إن شاء الله ربي يحفظك إن شاء الله. إذا كنا في زيارة خالتي مجاهدة حاجة فاطمة بن فتاشة، ربي يحفظها ويمدها بالصحة والعافية إن شاء الله. وربي يرحم اللي ماتوا وربي يرحمهم ان شاء الله. وللعلم فقط ان شاء الله نحن في صدد تحضير لندوة حول المنطقة الثورية ومجاهدية، وان شاء الله ستكون في القمة ان شاء الله. نائل الزراق اي اهلا وسهلا بك ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. اخيرا انا نقول لك باللي هذه المنطقة منطقة مجاهدة بامتيازة، لانه حتى ولو انه يقول لك انه التحقت بالثوره مع مؤتمر صمام وعاد تكشيل الولايه السادسه التاريخيه، لكن التقارير التاريخيه انه الثوره انطلقت مع 55 سنه 55 المنطقه التحقت بالثوره وكانت تابعه للولايه الاولى تاريخيا، يعني نهضر على منطقه بوكحيل وعلى مسعد كولايه منتدبه. انا الرساله نوجهها للمجتمع المدني المسعدي ولايه مسعد، لابد أن نتحد، لابد أن نبحث في تاريخنا من جانب تاريخي. أنا كصحفي وربما أني مهتم وزعما أني مختص ومهتم بالتاريخ، أننا لازم لما نبين تاريخنا فإننا نبين بعدنا الوطني للثورة وللاستقلال. نعم، لكن نتكلموا على أنه الولاية التاريخية، لما نقول بلي الأوراث الثورة، فكذلك بوكحيل كان يسمى أوراس الصحراء، كان يسمى الأوراس في الصحراء. لذلك لابد أننا نتحد، أننا نتعاون في بناء مدينتنا، في بناء مسعد، في بناء ولايتنا، في توحيدنا، خاصة المجتمع المدني. رسالة المجتمع المدني لابد أن ينهض، أن هذه الولاية المنتدبة الفتية محتاجة إلى ثورة أو انتفاضة في الجانب الثقافي، في الجانب العلمي، في الجانب أننا لابد أن نهتم بهذه الولاية، وأنها إن شاء الله تكون من الولايات التي في طور إن شاء الله التكوين إن شاء الله، وتكون ناجحة، ونتعاون جميعا من أجل مسعد إن شاء الله كولاية منتدبة إن شاء الله. أنا أختم فقط بداية بمقاومة الشيخ طاهر طاهيري من عبد الرحمن، الله يرحمه ان شاء الله. وعدم في سركاجي بالمقصلة، هذه معلومه في الذكرى المئويه لفرنسا. اثنين، مقاومه كاف الدخان، صحيح. ولا الطعبه في كاف الدخان ما زال شاهد عيان على هذه المقاومه. نعم. مقاومه ملخوه في اولاد ملخوه كذلك، والتي كانوا ضد الند فرنسا في منطقة عين الناقة، ما زال يشهد لهم التاريخ. وثم الثورة التحريرية، وقيل لنا بأن هناك مجاهدين كانوا يحضروا حتى في 8 مايو 45، هناك مجاهدين كانوا يحضروا فيها في مسعد. إذا المنطقة حافلة إن شاء الله. أتمنوا أنه ينفض الغبار على هذه المنطقة، خاصة الشباب. احنا ندعو الشباب اللي هم القلب النابض لهذه المنطقة إن شاء الله. إن شاء الله. وفي آخرها المعركة الفيصل، التي كانت الفيصل في تحرير الوطن، هي معركة كرموج ربيع في بوكحيل الأشم. إذا من بيت خالتي، الله يحفظها إن شاء الله، خالتي فاطمة المجاهدة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.